وبركاته. بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج من البرازيل، ورح نبتدي هيدا البرنامج بفقرة مهمة جدا. مثل ما بتعرفوا انه شبكة الحدود دائما كانت بتاخد المسائل الإنسانية على محمل الأولويات، وبالتالي بمسيرتنا اللي بلشت منذ 2010 لحد 2014 شبكة الحدود تعاطت مع الكثير من القضايا الإنسانية، وبالتحديد في البرازيل، هيدي البلد البعيد والبلد اللي يمكن كان منسي على خريطة الوطن الأم لبنان والإعلام العربي واللبناني. ومن خلال هيدا العمل طبعا استطعنا أنه نفك عدة ألغاز في البرازيل، وايضا ما زال هناك قضايا كثيره عم بنحاول انه نعالجها من خلال التواصل مع الاشخاص في لبنان. من هيدي القضايا قضيه لاختفاء احد الاباء في البرازيل. طبعا القصه رح تحكي لنا اياها بنت وفاء اللي تواصلت معنا، وكانت سابقا تواصلت مع بعض وسائل الاعلام ومنهم برنامج للنشر لتلفزيون الجديد وجريده السفير، وأرادت أن توصل صوتها إلى البرازيل، فاتصلت فينا لتحكي معنا مباشرة، وليكون هيدا البحث لا يقتصر بس على شبكة الحدود، بل ليكون عمل جماعي ومشترك فيما بيننا نحن أبناء الجالية العربية في البرازيل والباراغواي. بدي استقبل وفاء. مساء الخير وفاء. وفاء حضرتك وين موجود الآن؟ أنا عايشة في ساحل العاج. بساحل العاج. وفاء حضرتك تواصلتي معنا وقلتي انه في عندكم قضية انسانية، في والدك اجى على البرازيل من فترة طويلة ومن هيدا الوقت اختفى وما عاد اجاكم اي رسائل منه او اي اخبار عنه. فيك تحكي لنا اول شيء ايمتى سافر والدك، وشو هي المجريات الاولى لموضوع اختفائه؟ أول شيء أنا بلي سافر كان عمري شهر، سافر بسنة 74. بعد ما أنا بلي سافر على البرازيل بعد 7 سنين وطلع منه رسالة. نحن 4 بنات، أنا أكبر وحدة في إخواتي، أكبر وحدة فينا اسمها رشا فاطمة ولينا وأنا بطاط. شو الاسم الكامل للوالد؟ كان 7 سنين وصلنا منه رسالة، وهو عايش بكوريتيبا. بكوريتيبا. شو الاسم الكامل للوالد يا وفاء؟ والدي اسمه عباس مصطفى مروي، من الخارج جنوب لبنان. اسم والدته مريم فجر، مواليد 15/5/39. نعم. طيب وفاء، انت قلتي انه بقي 7 سنين لوصل اول رساله منه للوالد، شرح لكم شو الاسباب ليه بقي 7 سنين حتى يتواصل معكم، شو صار معه بخلال هول السنوات السبع؟ والدتي انه انا فرنتها كان عمري، واللي سافر بقي كان عمري شهر. نعم. يعني كان عمري 7 سنين بقي لما بعت رساله ببعت من والدتي، وكان بيحضرها انه عايش ومرتاح، كان عم بيحضرها لو ولدت انه تسافر لعنده. بعد سبع سنين تواصل معها. نعم. عم بسألك وفاء، بعد 7 سنين هيدي الرسالة اللي اجت للوالدة، كيف ممكن كانت تتواصل الوالدة مع الوالد إذا ما عندكم عنوان لحد هلا؟ حتى بعد بي رسالة بعد 7 سنين لو وصلنا منه بالرسالة. طيب شو شرح؟ ما شرح الأوضاع وفاء؟ ما شرح لكم شو عم بيعاني؟ ليه تأخر هالقد لبعت أول رسالة؟ إذا ممكن تعيد السؤال؟ ما شرح لكم الوالد ليه بعد 7 سنين بس بعت الرسالة؟ ما بعرف. طيب ما كان عندكم عنوان لتتواصلوا معه طالما حضرتك قلتي انه طلب؟ ما عندنا شيء، ما بعرف. كان في انا اللي بعرف انه كل ما يوصل حدا من البرازيل لما كنت عايشه بلبنان يزوروا، انا اسال عن بلدي.
يعني الشاي كل ما بقى عنده بيشتغل معاه محل جاب جيم شاي عنده شريط من لبنان من كام كيلو يعني ده ما بعرف. طيب ايمتى بالضبط اعتبرتوا انه الوالد اختفت اخباره او وقفت اخباره عنكم؟ اي سنه بالتحديد؟ هذا كان باين من وقت ما انطلق ما بنعرف عنه شيء يعني، بس كان صاير متابع اثنين نصت على الرساله منه ما عادش عرفنا شيء، بس بعرف انه بال 85 كناس كانوا يشوفوا باين. مين هن هول الناس؟ كيف كنتوا تعرفوا انه هون ناس بيعرفوا انه والدك على قيد الحياة؟ يعني تواصلتوا مع حدا كان يشوف الوالد كان يتحدث معه؟ انا تواصلت مع شخص اسمه شرف الدين بالنسبة لي بالضبط. هو ثبت لي انه بي عايش وعنده شريك من كم كيلومتر من البحر. قال لك بأي منطقة؟ بكوريتيبا أو بمنطقة تانية؟ لا ما بعرف. طيب بخلال هيدا الوقت الطويل ما حاولتوا تسألوا عنه بالماضي يعني بال 85 بال 90؟ نحن أربع بنات ما عندنا شباب أساسا. والدتي التعب فينا حتى رضعنا وعلمتنا إنه ما عندنا شباب نحن نطلع على البلدين تسألوا عنه. ما حدا من أقربائكم؟ أنا كان عمري 16 سنة أنا وعمالي ببحث عن بالي حتى أنا طلعت مع أخوي للمشرق. نعم. ما حلت انا ما حلت اخر شيء وما حلت شيء لما كنت عم بدرس. طيب الناس اللي تواصلوا معكم ما خبروكم شو الاسباب اللي حضرتك قلتي انه تحدثتي مع شاب من بيت شرف الدين او مع رجل من بيت شرف الدين والان هو متوفي، شو المعلومات اللي قال لك اياها بالتحديد؟ ممكن تعدي السؤال؟ عم بحكي عن اللقاء اللي صار بينك وبين شرف الدين، شو المعلومات اللي قال لك اياها بالتحديد؟ شرف الدين قال لي انه بيك عايش. ايه قال لي انا بدي دخلك لعند بيك وبس وصل على بدي حبعت لك عنوان، عفوا بدي اي كلمه بس وكل اللي عايشين بالبرازيل كانوا يعطونا الرقوم ولا واحد منهم طلب منا ولا شيء. شو الاسباب؟ يعني مع احترامي لكل اللي كانوا يعرفوا بيك يا وفاء، شو الاسباب من وجهه نظرك ليه يعني؟ اين اللي عم بفتش عليه؟ شو ما كانت النتيجه؟ هيدا اللي عم بفتش عليه. بي عايش، ميت، محبوس، متعرض لحادثه، هيدا اللي عم بفتش عليه. انه بي يترك اولاده اربع بنات ما يسال عنهم، هيدا اللي عم بفتش عليه. طيب وفاء لو سألتك يمكن سؤال بيتبادر لذهن الجميع، يوم اللي سافر الوالد من لبنان كانت الأوضاع العائلية أوضاع طبيعية أم كان في هناك مشاكل عائلية؟ طيب اليوم حضرتك وفاء شو الكلمة اللي بدك تقوليها يعني لكل أبناء الجالية العربية بالبرازيل اللي منتشرين بكل المدن البرازيلية؟ شو اللي بتقولي لهم إياه اليوم؟ ولعله يمكن إنه يكون والدك واحد من المشاهدين لهيدا البرنامج ويسمع الرسالة اللي بدك تقوليها. ليه عم تبحثي عن والدك؟ ليه عم تبحثي عن والدك وفاء بعد كل هيدي السنين؟ شو بتقولي لوالدك اليوم بحال كان عم يسمعك؟ شو بتقولي له؟ انا بقول له لبيي اللي عمال يسمعني
مش قادره نبع مش ما قدرت تنسي مع مرور الوقت والدك؟ ما قدرت تنسي مع مرور الوقت مع انك ما بتعرفي. في ناس كتير بتتساءل ليه حضرتك اليوم عم تفتشي عنه؟ وفاء بدي اسالك سؤال افتراضي، اذا كان والدك بعده على قيد الحياه باذن الله تعالى وهو خجول اليوم لانه ترك عائلته خلال هيدي الفتره الطويله، ويمكن هو ما قادر يواجهكم بعد كل هيدا الوقت، بتسامحوه على هيدا الغياب؟ لعله هيدا بيقصر المسافه بينكم وبينه. شو السبب؟ طيب ليه قلتي انك بتندمي بالمرحلة الأولى، بتندمي انك سألتي عنه؟ شو الأسباب؟ طيب ما أنا سألتك وفاء 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 انا بدي احط افتراض اللي كنت عامل لك اياه. نحن عندنا بالجاليه العربيه صار في حوادث كثيره واحداث كثيره، وفي حالات عندنا من الجفاء العائلي. عم نفترض نحن انه الان حتى لو كان بوضع مرتاح هو خجول نتيجه ظروف معينه في السابق، هل مستعدون للمسامحه؟ يمكن هيدا الموضوع مثل ما قلت لك بيأثر المسافه. طيب وفاء انا بدي اشكرك كثير وفاء، نحن رح نقوم. بدي اقول لبيي اذا عفوا اسمح لي بس. تفضلي. بتمنى يكون بيي عايش، بتمنى يكون عم يسمعني. بحكي له انا بنتك بتجيني وفاء، انت ميتي وفاء. كان عمري شهر وثلاث انا ما طفتك اذا عايش بيي. طيب وفاء انا بدي اشكرك كثير، وبتمنى انه هيدي الرساله تكون بدايه الطريق لحتى نلاقي والدك، وايضا بدي ضم صوتي لصوتك ونقول لكل ابناء الجاليه العربيه الموجوده على كل مساحات البرازيل، يعني بتستحق عائله ما شافت بيا من وقت طويل، بتستحق صبيه عم بتدور على بيا بعد تقريبا فوق 30 سنه، بتستحق مننا انه نكرس كل عمل كل جهد لحتى نحل قضية هيدي العائلة، وبتمنى على الوالد إذا حضر هيدي الحلقة أنه يتواصل معنا فورا أو يتواصل مع عائلته بشكل مباشر، لأنه يمكن الحب اللي بينبع من قلوب ما شافت بعضها بيكون حب صادق وقوي، ونحن بنتمنى إن شاء الله هيدي القضية تلاقي خواتيم سعيدة، هيدي القضية وكل القضايا اللي بتتعلق بالاغتراب، بتتعلق بالبعد، وبتتعلق بشتات العائلة. بدي أشكرك وفاء، وإن شاء الله قريبا جدا بيكون عندنا أخبار منيحة. أنا بدون بشكرك وبشكر برنامجك كثير، ومن خلالك أنا حاسة إنه بدي أوصل لبلد. شكرا لك كثير، شكرا لكل الجالية اللبنانية، وشكرا لكل بلدي تعبوني. شكرا لك وفاء، وهيدي مسؤولية كبيرة إن شاء الله نقدر نقوم فيها.